ترامب وما يفعله حاليا بايدن، هذه كلها التسابق للانتخابات ومكاسب انتخابية. صح، كل التصريحات مكاسب انتخابية. احنا دائما نعرف يعني هذا كل واحد يترشح للانتخابات في الكرة الأرضية دائما يعني يسوي الوضع قدام جمهوره قمر وربيع، ولكن بعد ما يفوز ويقعد بمكانه وياخذ منصبه القمر وربيع ما يقدر يرتبها حتى يجوز قد يكون 30%. يعني ولكن لو نجي على الوضع الحالي ده نشوفه، السياسه الامريكيه في وضع حرج، السياسه الايرانيه في وضع احرج، حكومة السوداني بهذا الوضع في وضع حرج، يعني الدول العربية كلها في